السلام عليكم مشاهدي قناة الفرات الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة تجمعنا وإياكم وبرنامج البيئة والناس. هذا البرنامج الذي تقدمه وتعده لكم دائرة التوعية والإعلام في وزارة البيئة. فأهلا وسهلا بكم معنا. ورشة تدريبية في أربيل للحد من استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، كما ونشاهد في حلقتنا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديرية البيئة في العاصمة في بغداد. إطلاق المنصة الإلكترونية للمعاملات والموافقات البيئية أعلن وزير البيئة نزار أميدي، وتنفيذا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشاع السوداني ومقررات البرنامج الحكومي في مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات للمواطنين عن إكمال الجهد الهندسي في الوزارة لمنظومة المنصة الإلكترونية لاستقبال واستكمال معاملات المواطنين والموافقات البيئية إلكترونيا. وزير البيئة وعد العراقيين بأن الوزارة ستصاعد دورها الرقابي والتوعوي ورسم الاستراتيجيات العامة للإدارة البيئية في البلد. وزير البيئة يستقبل ممثلي المعهد العراقي للحوار لبحث آليات التعاون المشترك. تعزيز سبل التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة آثار التغيرات المناخية على القطاعات كافة، هذا ما تم تناوله خلال اجتماع وزير البيئة المهندس نزار أميدي مع ممثلين عن المعهد العراقي في مقر الوزارة بحضور الوكيل الفني الدكتور جاسم الفلاحي ومدير مديرية البيئة الحضرية السيد مثنى سلومي ومدير مديرية التغيرات المناخية السيد يوسف مؤيد. أميدي أشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد حملة توعية مشتركة فيما يخص موضوع تعزيز الإدارة السلمية للموارد المائية في العراق وسبل الحفاظ عليها من التلوث، مبينا أنه تم التباحث في موضوع التعاون الثنائي في قضايا التغيرات المناخية وتداعياتها وضرورة تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة وإقامة مؤتمر دولي لإبراز أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه مناخ العراق. علينا جميعا حماية البيئة يدا بيد لبيئة أجمل وأنقى. حياكم الله أحبتي المشاهدين، نعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. نحن مقبلون في الأيام القادمة على 400 الإمام الحسين عليه السلام. على كل زائر وزائرة أن يلتزموا ببعض الإرشادات التي تطلقها المرجعية العظيمة، وأيضا من خلال التوجيهات التي تطلقها دائرة التوعية والإعلام البيئي، لأن في الأيام المقبلة ستكون هناك فولدرات تخص هذه الزيارة، هذه الزيارة العظيمة ستعكس صورة إيجابية ومحبة للعالم الإسلامي من خلال التزامنا بعدم رمي النفايات في الطرقات ويكون رميها بالمكان المخصص، عدم أخذ الطعام أكثر من اللازم، يجب أن نكتفي باللي إحنا نحتاجه واللي كل زائر يحتاجه فقط، عدم العبث بالطرقات والمساحات الخضراء، لأن إحنا نعرف أنه بالزيارة الأربعينية كل دول العالم تأتي إلى كربلاء المقدسة، تجتمع جميعها في كربلاء المقدسة وتكون هناك صرخة وتكون هناك صورة ولوحة فنية ستكون للعالم الخارجي. فعلينا أن نلتزم بالنظافة أولا، وهذه أهم نقطة، لأن النظافة هي دليل على وعيك ودليل على التزامك بطريق الإمام الحسين وبطريق الحق. اتفاق باريس. اتفاق باريس اتفاق عالمي تبنته 197 دولة، عقد بتاريخ 12 من كانون الأول عام 2015 لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية وللتصدي لانبعاث الغازات الدفيئة والكربون. أهم بنود الاتفاق وقف ارتفاع حرارة الأرض والاحتفاظ بها أقل بدرجتين مئويتين قياسا على عصرها قبل الثورة الصناعية، وتكثيف الجهود لتقليلها إلى 1.5 درجة مئوية.
العناصر الرئيسة لاتفاق باريس: الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، استعراض التزامات الدول بخفض الانبعاثات كل 5 سنوات، توفير التمويل المتعلق بالمناخ للدول النامية. ولمواجهة التهديدات المناخية والتصدي لانبعاث الغازات الدفيئة والكربون، صادق العراق على الانضمام لاتفاق باريس في 12 من كانون الأول عام 2020، وتقدم وثيقة المساهمات الوطنية الـ NDC استجابة سريعة لانضمام العراق لاتفاق باريس للمناخ وتمثيل السياسة العليا للبلد حول التغيرات المناخية، والتي تؤسس لاقتصاد أخضر مستدام وتحجيم انبعاث الكربون. أهم المصطلحات للتغيرات المناخية: التعرض لتغير المناخ، الهشاشة، قابلية التكيف، الاقتصاد السائد الأخضر المستدام، الأمن الغذائي والأمن المائي. إذن كم هو مؤثر الإعلام؟ مؤثر بشكل كبير جدا. على ما يبدو أن التغيرات المناخية التي طرأت على أغلب دول العالم دفعت المؤسسات الدولية والمحلية إلى تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، إذ شاركت وزارة البيئة متمثلة بدائرة التوعية والإعلام البيئي بملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد العلميين للدراسات العليا، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بدورة لبناء القدرات الإعلامية في قضايا ندرة المياه والتغيرات المناخية في العراق. دعني أن أشكر وزارة البيئة بوزيرها، بوكيلها، بكادرها، تعاون وتعاون كامل مع مشروع ضمى العراق، هم ووزارات المعنية، وزارة الموارد المائية، وكذلك الأمانة العامة لمجلس الزراعة، وزارة الزراعة، وكافة الوزارات المختصة. وهناك كان هذا التعاون نتيجة حاجة، وبالتالي أكو هناك حاجة لمنظمات مجتمع مدني قادرة على جمع أصحاب المصلحة. ما رأيته اليوم في هذه الجلسة هو نوع من التنسيق بين الوزارات، عمل تنسيقي بين وزارة البيئة ووزارة الثقافة ومجلس الوزراء وكذلك هيئة الاتصالات والإعلام. إذن هذا جزء من عملنا وهذا جيد. نفس الوقت انفتاح على الإعلاميين. إحنا اليوم هدفنا وأساسنا أن تكون رسالة توعوية مجتمعية. من يقوم بها؟ رسالة الإعلام. المناخ والبيئة قضية مهمة جدا، فيها فروع، فيها تفاصيل، فيها علوم، فيها مقالات، فيها مواقع، فيها ترجمات كثيرة، وبالتالي نحن بأمس الحاجة الآن في العراق إلى هذا التخصص، وهو التخصص الإعلامي في مجال المناخ والبيئة. تغييرات مناخية، التغييرات المناخية أزمة عالمية كبيرة جدا، أزمة المناخ أيضا أزمة عالمية. العراق واحد من 5 بلدان الأكثر تأثرا فيما يتعلق بشحة المياه وبالتغيرات المناخية والهزات الأرضية التي دخلت علينا في العراق. بالتالي إحنا بحاجة إلى إعلاميين متخصصين، إعلاميين يفهمون المصطلح، يفهمون الخبرة، يفهمون الكلمة، يفهمون المقال، كيفية يقدمون هذه المعلومات إلى المواطن العراقي. حقيقة هذه الدورة المطولة والمتمكنة من عنوانها الكبير وهو تنمية الوعي البيئي لدى عدد كبير من الإعلاميين. مؤسسة بحر العلوم معروف عنها، هي مؤسسة كبيرة في عطائها والجودة العالية في اختيارها للمواضيع وتنفيذها لهكذا مشاريع تنموية وتعبوية وتوعوية. لذلك مشاركة وزارة البيئة مشاركة فاعلة منذ بداية هذه الدورة بأيامها الكثيرة، واليوم كان الموضوع هو إدارة الإعلام البيئي لدى المؤسسات الإعلامية وتعاملها مع إعلام وزارة البيئة. هناك حديث طويل لأكاديميين تحدثوا عن هذا الموضوع في مؤسسات حكومية وغير حكومية مختلفة، و إضافة لأساتذة وأكاديميين في مجال الإعلام. وزارة الثقافة التي شاركت في هذا الملتقى أكدت إعدادها برامج متعددة في مجال التغيرات المناخية، مبدية استعدادها للدعم والتعاون مع كافة الجهات المختصة في مجال البيئة والمياه،
من أجل النهوض بواقع بيئي جديد في البلاد. هذه الدورة ركزت على يعني بناء القدرات للإعلاميين، وكان يعني متبني هذا الموضوع ملتقى بحر العلوم وكذلك UNDP عراق يعني بالتعاون مع بعضهم، وقدموا هذا بناء القدرات للإعلاميين للتوضيح لمعاني البيئة، للتغير المناخي، للشحة المائية وعلاقة الشحة المائية بالتغيرات المناخية. وأعتقد هي يعني ورشة مهمة جدا. نحن كإعلاميين كصحفيين عاملين في مؤسسات إعلامية نتحمل مسؤولية كبيرة في مسألة توعية المواطن العراقي والإنسان العراقي بالمخاطر التي تحيط به من مخاطر بيئية وشح المياه والاحتباس الحراري. فلا يمكن أن يكون الإنسان بلا بيئة، وبالتالي بيئة أي كائن حي لا يمكن أن يكون خارج بيئة، لا بد أن يكون بالبيئة، له بيئة. وشهد الملتقى مشاركة واسعة من النخب السياسية والأكاديمية في مجالات علمية مختلفة، فضلا عن المشاركات الدولية المهمة. سلوكنا حضارة، بيئتنا اهتمام، لنحافظ عليها سليمة ونظيفة. تصريف المياه الملوثة في الأنهار والبحار دون معالجة يؤدي إلى قتلنا وانقراضنا، وهو ما ينعكس سلبا على سبل معيشتكم، والإضرار بمصدر رئيسي لنظامكم الغذائي. اتخذ خطوة وأنقذ سمكة. ورشة تدريبية نظمها المركز الوطني للأوزون التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP للعاملين في مديريات بيئة إقليم كردستان ووزارة التجارة والجمارك والمنافذ الحدودية والتقييس والسيطرة النوعية في إقليم كردستان، ذات العلاقة بمنح موافقات استيراد موانع التثليج وأجهزة التكييف. تفاصيل أكثر أحبتي في هذا التقرير فلنشاهده معا. قسم الأوزون في مديرية البيئة الحضرية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة نظم ورشة لتدريب منتسبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية، هدفها كيفية التخلص من المواد المضرة بطبقة الأوزون. الهدف من هذه الورشة هي التعريف بالمبادئ الأساسية لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، وما يتعلق بعملهم بخصوص صيانة أجهزة التبريد والتكييف والتداول الآمن للغازات اللي تعمل عليها هذه الأجهزة. الورشة تتضمن 3 أيام، اليوم الأول هو يكون نظري يتم خلال التعريف بكل التفاصيل تتعلق بهذا الموضوع، مواعيد التثليج والبدائل الآمنة الشائعة حاليا، واليوم الثاني والثالث هو تتناول الجوانب التدريبية في كيفية صيانة هذه الأجهزة والتعامل بشكل آمن معها. نتابع بالتعاون مع وزارة البيئة في الجمهورية العراقية تنفيذ دورة تدريبية للمدربين على الممارسات السليمة في مجال التبريد والتكييف والتعامل الآمن مع وسائل التبريد الخطيرة. هذه الدورة تأتي في سياق تنفيذنا للخطة الوطنية للتخلص التدريجي من الهيدروفلوروكربونات، هي أهمية خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تحول نحو التقنيات الجديدة ودخول الوسائل التبريد الخطيرة إلى الأسواق، وبالتالي هناك حاجة إلى نشر الممارسات السليمة والتدريب عليها على نطاق واسع.
الورشة التدريبية استعرضت المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية طبقة الأوزون وأهمية استخدام الغازات الصديقة للبيئة وتشجيع أصحاب الورش والمصانع في استخدامها مع تطبيقات عملية عن الممارسات السليمة في صيانة أجهزة التكييف والتثليج. اليوم قدمنا تدريبا عمليا للعاملين في مجال أجهزة التبريد والتثليج، وتم استعراض أهم القوانين للبروتوكول العالمي لحماية طبقة الأوزون. هذا التدريب يهدف لتطوير عمليات صيانة أجهزة التبريد من أجل التوصل إلى تدريب جيد وتطبيق أسس استخدام الغازات غير المضرة بطبقة الأوزون. يوم أمس استعرضنا بعض النظريات في هذا الموضوع، واليوم نقوم بالتدريب العملي، والمتدربون لديهم الأساسيات لكنهم بحاجة إلى تطبيق عملي أكبر. الورشة كانت شيء عملي للنظريات اللي درسونا إياها قبل بيوم أو طلعونا عليها حالة استخدام الغازات الصديقة للبيئة بدل ما تكون الغازات اللي كانت مؤثرة على طبقات الأوزون. طبعا دورة جدا مهمة تواكب التطور الحاصل بالدول الغربية الخاصة بأجهزة التكييف. هاي الدورة يعني ضرورية تحتاجها بسوق العمل، ونحتاجها احنا كوزارة التربية لطلابنا نوعيهم شلون يستعملون هاي الأجهزة. استمرار الورش التدريبية والندوات التي تقيمها وزارة البيئة يأتي تحقيقا لترسيخ السلوكيات المناسبة بما يسهم في الحفاظ على البيئة وحمايتها. لبرامج التوعية والإعلام نجاح العلي، أربيل. بيئة سليمة، إنسان ينبض صحة وحياة. متواصلين معكم مشاهدين أينما كنتم، نذهب الآن إلى الحقيبة الإخبارية لمديريات بغداد وبقية المحافظات، فإلى هناك. أجرت الفرق الفنية في بيئة النجف كشفا بيئيا موقعيا لأبراج الاتصالات في المحافظة لتقييم واقعها البيئي. مدير بيئة النجف عادل محمد الجبوري قال أن الكشف تضمن أحد أبراج الاتصالات التابع لشركة زين في حي المعلمين، مبينا أنه تم ملاحظة عدم التزام أصحاب النشاط بالتعليمات البيئية الصادرة من الوزارة. أجرى فريق من مديرية بيئة الأنبار كشوفات بيئية على بعض الأنشطة الصناعية المتمثلة بمعامل إنتاج البلوك والشتايجر في قضاء راوة لمعرفة مدى التزامها بالمتطلبات والشروط البيئية. وقال مدير بيئة الأنبار قيس ناجح أنه تم إجراء الكشوفات البيئية على معامل لإنتاج البلوك لغرض التأكد من مدى توفير المتطلبات البيئية بشكل جيد، مشيرا إلى عدم التزام صاحب النشاط بتوفير المتطلبات البيئية والتي تعد مخالفة واضحة للتعليمات والضوابط البيئية. أجرت فرق مديرية بيئة ذي قار كشوفات بيئية لعدد من المراكز الصحية في قضاء النصر من أجل الوقوف على الواقع البيئي والصحي فيها. مدير بيئة ذي قار كريم هاني محمد قال أنه تم التجول في أروقة المراكز والاطلاع على آلية تصريف النفايات الطبية عن الاعتيادية، مشيرا إلى أنه يتم عزل النفايات الطبية وإرسالها إلى المحرقة الخاصة بالمراكز، فضلا عن عزل النفايات الاعتيادية في أكياس خاصة بها. أجرى فريق مشترك من بيئة كركوك كشفا بيئيا لمستشفى قضاء الحويجة للتأكد من التزامها بالتعليمات الصادرة من مدير بيئة كركوك علي عز الدين خورشيد. قال أن الكشف جاء للاطلاع على كيفية التخلص من النفايات الطبية وطريقة عزلها عن الاعتيادية، فضلا عن أجهزة الأشعة الموجودة في صالة عمليات الكسور. قامت فرق بيئة صلاح الدين شعبة قضاء سامراء بإجراء كشفا بيئيا على معمل للصناعات الدوائية في منطقة الحي الصناعي للقضاء
التابع لمحافظة صلاح الدين. محمد مجيد حمد مدير بيئة صلاح الدين أوضح أن الكشف جاء للاطلاع على الواقع البيئي والصحي للمعمل، فضلا عن متابعة آلية عزل النفايات الطبية عن الاعتيادية وتصريف المخلفات السائلة وكيفية معالجتها والتصرف بها، إضافة إلى مراقبة منظومة مرشحات الغبار الناتج من عملية الإنتاج. هواؤك، ماؤك، أرضك ملكك، حافظ عليها من التلوث. أهلا، أنا ذرة كربون، وجودي هو نتيجة لاستهلاككم الغير مسؤول للوقود. في عام 2021 فقط أنتج العالم 36 مليار طن من الكربون، لذلك فهناك البلايين مني في غلافكم الجوي. سنغلف الأرض وستزداد درجة الحرارة كل عام، وسنجعل من حياتكم أصعب. اتخذ خطوة وقلل انبعاث الكربون. أحبتي، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا منا أجمل التحايا، إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.